الرعاية الملكية السامية انطلقت الدفعة الأولى من الحجاج إلى الديار المقدسة اليوم بعد صلاة الجمعة من أمام مسجد المغيرة بن شعبة المحاذي لشارع الاستقلال، على أن تتبعها الدفعة الثانية يوم غد السبت. وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور عبد السلام العبادي أشار إلى أن عدد الحجاج الأردنيين يبلغ 7000 حاج، بمن فيهم البعثات الرسمية والإعلامية وبعثات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية المختلفة. وأضاف العبادي أن حجاج عرب 48 الذين يبلغ عددهم 4500 حاج غادروا الأراضي الأردنية إلى الديار المقدسة قبل عدة أيام، مشيرا إلى أن الوزارة اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لإنجاح موسم الحج هذا العام. هنالك منظومة متكاملة من الإجراءات التي تتعانق وتترابط لتكون مؤسسية بحيث يحل الإشكال اللي بتعلق بأي قصور أو أي خلل في مسيرة الموسم فورا من خلال إجراءات جرى ترتيبها وتحديدها بشكل واضح في تعليمات وزعت على البعثات. أولا على مستوى هنالك مرشدين مرافقين للباصات، هنالك أيضا مرشدين مرافقين لحجاج الطائرات، هنالك في العمارات مسؤول للبناية وعدد من الموظفين يساعدون، بالإضافة إلى مسؤول في المنطقة، وأيضا لجان تفتيش يقوم بالجولة على أماكن الحجاج، وأيضا هنالك جولات للفرق الطبية، وأيضا في أماكن محددة ألزمت الشركات بأنه إذا حدث أي خلل بتعلق بظروف صحية معينة مع أحد الحجاج المتعهدون ملزمون بإيصاله لمقار البعثة المتعددة سواء كان في مكة أو في المدينة. أنا من البعثة الأردنية لوزارة الصحة، الحمد لله نشكر رب العالمين كافونا الحمد لله بالحجة آخر مثل ما بقولها بعد هالخدمة الواحد اللي خدمها الخدمة الطويلة. وإن شاء الله بنمشي اليوم وبنروح على معان، ومن معان بنطلع على المدينة المنورة بإذن الله، والأمور تمام الحمد لله.